إذن مشاهدي شوف تي في، تحية طيبة لجميع المتتبعين، كنحييكم من مدينة وجدة. إذن واه خالتي هذا الديوان تاع الوليد ديالك ياك، راه حنا مباشرة. واه يشرب نوزينو، يشرب هذا، يشرب. إذن خوتي خواتاتي، كما كتشوفوا هذه سيدة في 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 الدايبية، سيارة كما كنقولوا حنا مدينة وجدة، تحرق لها مسكينة المنزل ديالها كامل، وللأسف الظروف اللي حكتهم لي، يعني سيدة يعني ديجا عندها ولدها مسكين مريض في لابسيكياتري كيتعالج، ما على قد الحال يعني، منزل صغيور وفي الاخر يعني شوف يعني الهم كي كينزل على بنان، ولكن ما كانت بلا سبحانه وتعالى اخوتي خواتاتي صراحه يعني. والسيده دابا اخوتي ما عندهاش خيلو فين جبات، راه ما عندهاش السيده فين جبات، ما عندها لا فين جبات لا حتى شي حاجه يعني. هذه هي الدويره اللي جا معها خالتي روحي من هنا، هذه هي الدويره اللي جا معها اخوتي خواتاتي، يعني للاسف كما كتشوفوا مشى لها كل شيء. كنتمنى انه ان شاء الله من المحسنين الله يجازيكم بخير قبل ما نبداو معها الحوار ونتعرفوا على المعاناه ديالها، لانه انا جيت على اساس حريق عادي، ولكن يعني كي هضرت مع السيده وعرفت المعاناه ديالها صراحه يعني تألمت كثيرا اخواني اخواتي. لهذا كنطلب منكم انه اللي ما قدرش يعاون بفلوس يعاون غير بارطاج، يبارطاجي بالك يجيب الله شي محسن يشوف هذا اللايف هذا ويتصل بهذه السيده هذه. خالتي تفضلي الميكرو. السلام عليكم سيدي. خالتي بغيتك تحكي لي هذاك النهار ديال الحريق، شنو وقع بالضبط؟ أنا نط الصباح صوبت لولدي ما كلتو، صوبت له قهوة، شريت له الدخان ديالو، خرجت قبل الظهر موالفة نصلي في داري مع الظهر. أنا اليوم ذاك النهار قلت أنا نصلي عند صاحبتي باش نقص الطريق، خرجت أنا في الطريق ديال السبيطار، ركبت في الطوبيس ما عندي شا باش نركب، ركبت في الطوبيس غادي اللازاري، عيط ليا الراجل وعيطت ليا الخياطة اللي تحت مني، رواحي جري جري دارك شعلة فيها العافية. أنا قلت لهم لا، أني سادة البوطات، أنا متأكدة سادة البوطات، ماشي البوطة ماشي العافية ديال شي حاجة، هذا ثلاجة تفرقعت الدوك وبسيركوي، قال العافية شعلة في الذهيبية كاملة الله يستر، ما تقديش تشوفوا ذاك المنظر اخوتي، البيبه البومبيه حاله عباد الله، الدراري عتقوا الموقف هبطوا البوطات مسدودين ما فيهمش العافيه، ولاني الثلاجه ولي بيتي فين نعس حويجاتي كل شيء. ها انتم تصور شوف اخوتي ما قديتش، الحمد لله انا نقول الحمد لله، واخا ما عنديش انا كنقول حمدتك ربي وشكرتك، ندبر على راسي 400 300 نشري لولدي دخانه ندي له ماكلته لازاري، ها هو في لازاري سولو سقسي هاد الدويان ديالو 20 عام وانا كنقص مع راجلي مات 10 سنين، هادي ما لقيت جهد، ما لقيت كي ندير اخوتي، شوفوا كي ديروا معايا، انا ما قديتش حتى على ولدي. بغينا الناس يعرفوا المعاناه ديالك خصوصا مع الابن ديالك. ما قديتش، ولدي مسكين مريض مني كانت عنده 10 سنين، واني كندير لازاري، مره يقبضوه مره ما يقبضوهش، مره يعطيوه الفاليوم ويطلقوه يجي يبغي يقتلني يضربني كل شيء، هادشي البوليس حافظيني كاع الكوميساريات عارفيني، مانيش قادره كنقول يا ربي تلطف بيا، كشي نهار نصبح ميته كيولي واحد اخر عنده نفوسام وعنده الادمان جوج، عنده جوج دو مالادي، راه دابا في لازاري سقسيو عليه سولو راه كاين تما، راه كاين راني نديلو الباني كل نهار، هذاك الباني هو اللي خلاني نخرج باش ما ماتش في الدار، هذاك الباني اللي ديت لذاك الولد المريض اخوتي، انا معذبه، خليت خدمتي في الدار البيضاء، خليت خوتي، خليت كل شيء وجيت انا معذبه هنايا، خليت خدمتي، خليت كل شيء، ومتابعه ولدي، ما عندي لا خدمه لا ردمه، الراجل ميت 10 سنين. كيديروا في الدار البيضاء يعني؟ كيدير نفس المشاكل، خوتي ما قدوش لهم في المشاكل اللي كيضربوا، يهرس ويدقدق ويضربني، يعريني، قاسم عليا كل شيء، هذا الشيء دوزت ندوزو الحمد لله، كل شيء شاهد كاع الجيران شاهدين على هذه المعاناه اللي انا نعاني بها. يهز عليا الموس ما قديتلوش مسكين، يقول لي ما نبغيك، وشي شويه يقول لي غادي نذبحك، ما انتيش ما اخوتي يعني الحمد لله صافي، ما قديتش. السلام عليكم. شكرا خالتي. اذا اخوتي كما تشوفوا السيده ما قدرتش تهضر، معاناه كبيره صراحه، انا زعما تفاجات وتاسفت لهذه السيده هذه، مسكينه السيده راه سمحت في الخدمه ديالها في الدار البيضاء وراجلها تفادي 10 سنين غير باش تجيب تهرب من المشاكل، كان يديروا من المشاكل تما وهذه، ولحد الان قال لك للاسف ماشي لخاطرهم مريض.
يعريها شي مخطرات، يضربها، يتكرفس عليها. لا اله الا الله محمد رسول الله. اخوان اخوات، نتمنى انه تعاونوا هذه السيده، توقفوا مع الله يرحم والدين. الله يجازيكم بخير. عمري ما طلبتكم ولا رحمتكم والدين، ولكن كنقول لكم الله يرحم والدين والله يجازيكم بخير. عاونوا هذه السيده، واخا غير بارطاج بالك ولا يبان شي محسن اللي يصلح لها المنزل. دابا اخوتي اخواتاتي، ما لقاش حتى فين تبات، ما 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 كانش اللي يساعدك، ما كانش اللي يقضي عليك. اخواتي ما كاينش هنايا نبحثوا، ما تخرج، ما كاينش يعطيها ليا. قالت ما كاينش، ما كاينش اللي قال لي هاكي تقسكرو، ما كاينش. الحمد لله وصافي، ما كاينش اللي داها فيا، ما كاينش اللي داني. البارح مشيت تندور انا وصاحبتي عند واحد المراه بتنا عندها، ما كاينش، ما كاينش اخوتي. راني ندور في الديور دابا، اصلا كنت كندور قبل مني كيجري عليا ولدي، كنت كندور في الديور. كل واحد البات عنده يومين ثلاث ايام. اذا كما سمعت اخوتي، يعني السيده للاسف، نتمنى اخوتي تبارطاجيو معنا. غادي نهبطوا لتحت، لان المنزل حتى لتحت تضرر. ياك خالتي نهبطوا نشوفوا هذاك السقف. اخوان اخوات، كنتمنى انه باش تعاونوا هذه السيده، الله يرحم والدين، الله يجازيكم بخير. اختي بنتي بالك تما، شوفوا عاد هنايا. كما كتشوفوا اخوتي، هنا حتى السقف هنايا لعب طاح، هذا الفو بلافون. هذا معليش ماشي شي حاجه. ايوا شتو يعني المسائل مشكل، حتى كاع حتى السيده دخلت على الاخر، قالت لها خصك ضروري بسبب هادشي.